البداية ستكون من القارة السمراء، حيث تأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بانتصاره في قمة الجولة الخامسة على ضيفه هرويا الغينية. الترجي فاز بهدفين دون رد ليعزز صدارته للمجموعة الثانية. الصراع على صدارة المجموعة الثانية وضع الترجي التونسي في مواجهة ضيفه هرويا الغيني. الفريق الضيف كان الأخطر منذ بداية المباراة، وسنحت له أول فرصة في الدقيقة السادسة، فرصتان متتاليتان أخريان في الدقيقتين العشرين والحادية والعشرين أتيحتا لهرويا مجددا، لكنهما افتقدتا للمسة النهائية لتنجو شبك الترجي. فرص الفريق التونسي وعلى قلتها أثمرت هدفا في الدقيقة الثالثة والعشرين، ووقعه حامد ماريوس أسوكو بالخطأ في مرمى فريقه. استعاد بعدها الترجي ثقته، وكاد يوسف البلايلي يضيف الهدف الثاني، غير أن كرته لم تكن قوية بما يكفي. هرويا لم يستسلم وهدد أصحاب الأرض في بعض الفرص التي تتقدمها محاولة بونيفاس آبا التي تصدى لها حارس عارين الترجي. في الشوط الثاني قاد حمد الهوني هجمة خطرة أنهاها البلايلي بتسديدة قوية، لكن الحارس ودفاع الضيوف أحبط فرصة إضافة الهدف الثاني. عادت الكرة إلى البلايلي بتمريرة من أنيس البدري، لكن الكرة التي وجهها نحو المرمى لم تجد عنوانها. أما طه ياسين الخنيسي الذي دخل بديلا فقد هز شباك موسى كامارا، لكن الحكم رفض هدفه بداعي التسلل. الهدف الثاني الذي انتظر طويلا أتى أخيرا، وحمل توقيع فرانك كوم في الدقيقة 83 ليرفع الترجي رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة ليبلغ ربع النهائي قبل جولة من ختام دور المجموعات. وعقب المباراة قال مدرب الترجي معين الشعباني إن الفوز لم يكن سهلا، وأثنى على أداء لاعبيه في الشوط الثاني. أول حاجة الحمد لله، معناها هذا توفيق من عند ربي. تعرف اللي المجموعة اللي احنا فيها ماهيش مجموعة سهلة الحقيقة، معناها شفتوا فما الكاليتي معناها عند أورلاندو وعند حورية، يظهر لي عملنا باركور باهي، ما خسرناش خارج الديار، وثلاثة ماتشوات معناها مباريات في الديار ربحنا، قابلين هدف، مسجلين سبعة في خمسة ماتش في خمسة مباريات. نجم كان نكون راضي على أداء الفريق وعلى أداء اللاعبين وعلى الروح الانتصارية اللي وراها اليوم، مالجري برغم اللي الشوط الأول يمكن بعد تسجيل هدف حسيت شوية ارتباك عند الأولاد وخايفين من النتيجة في الشوط، معناها أعطيتهم أكثر دافع معنوي باش نلعبوا ونظهروا معنا، ودافع الجمهور اليوم كان كبير، لذا يمكن الشوط الثاني كان أحسن بكثير، والحمد لله كنا في المستوى.